طيب قولي كده بقى، وقال لك ايه بقى الاستاذ ادري؟ قال لي ان في حاجه بينك وبين العيله والمكتب كله واخد باله منها. لا طبعا مفيش حاجه، وكلنا اصلا في المكتب عارفين ان ليلى مرتبطه بواحد زميلنا ومعانا في نفس المكتب. لا مفيش، وبعدين ادري ده اصلا ما بيعملش اي حاجه في الدنيا غير ان هو بيوقع بين الناس وبعض. يبقى يلا بينا نخرج. نخرج فين؟ ما احنا خارجين اهو. لا انا وانت وليلى وصاحبها. وايه المناسبه؟ عايزه اطمن يا ادم وبطل اسمع الكلام حد. ماشي اوكي، لو ده اللي هيريحك انا ممكن اعمل كده. يلا اطلب لي زيك لحد ما ارجع من الحمام. مساء الخير يا زين. اتأخرت ليه؟ معلش كنت بفطر مع شيرين. ها؟ استقريت على شيرين خلاص؟ والله يا زين أنا متلخبط ومش عارف أعمل إيه. معقولة؟ هاني بيه رشوان بنفسه؟ أهلاً أهلاً يا زين. بتعمل إيه هنا؟ عندي ميعاد مع واحد صاحبي ما تعرفوش. برضو؟ طبعاً. هاني بيه رشوان أعظم رئيس نيابة جه في مصر. آدم منصور المساعد بتاعي. أهلاً يا آدم. أهلاً وسهلاً، زي حضرتك. ما شاء الله. التلميذ بتاعي بقى له تلاميذ أهو. إيه ده، هو زين كان بيشتغل مع حضرتك؟ أشطر وكيل نيابة اشتغل معايا. عشان كده ما كنتش ببخل عنه بأي معلومة يحتاجها، وأكيد هو بيعمل معاك كده برضه. أيوة طبعًا. ولغاية دلوقتي ما نسيتش نصيحتك. اللي تعرف تخلصه على تربيزة الاجتماعات ما تسيبوش يوصل المحكمة. وادينا أهو. طب سيبك بقى من الكلام ده، فاضلي نفسك النهاردة. الساعة 9 عدى عليها نتعشى سوا، في المكان اللي أنت عارفه. 9 بالظبط. 9 بالظبط. سلام يا آدم. مع السلامة. سلام يا زين. أكيد عايز خدمة. بص الصراحة مش خدمة، بس عندي سؤال. قول. هو زين كان بيشتغل وكيل نيابة؟ لا خالص. لا خالص ازاي؟ أنا النهاردة بالصدفة قابلت رئيس نيابة وهو بنفسه قال لي إن زين كان بيشتغل معايا، كان بيشتغل وكيل نيابة. غريبة قوي، بس أكيد لأ. أصل السيفيهات الكبار والشركة بالذات موجودة كلها بالتفصيل على ويب سايت الشركة. مفيش أي حاجة بتقول إن زين كان وكيل نيابة. ويب سايت الشركة؟ أيوة هوريك دلوقتي. مش زين زد إي آي إن الحظ. شفت؟ الله، أمال إيه اللي حصل ده؟ طيب خلاص مش مهم، احنا على ميعادنا بقى. ميعاد ايه؟ ايه ده؟ ده انا نسيت اقول لك. احنا شيرين عايزين نخرج كلنا مع بعض. مش معنى؟ مش عارف، هي جات لي هنا من كام يوم وقابلت ادري، واكيد بقى ادري مارس هوايته المفضله، انت عارفه ادري. فتقريبا لمح لها او قال لها ان في بيني وبينك حاجه. انا مش فاهمة اي حاجه، ليه ادري ممكن يعمل حاجه زي دي بناء على ايه؟ مش عارف، بس يمكن لما شافنا في الارشيف. بصي على العموم لو انت ما جيتيش شيرين هتتاكد ان في حاجه، فانا قلت لها ان انت جايه انت وصاحبك. نعم؟ ما انا قلت لها ان انت مصاحبك. اه والله. طبعا مش هاجي. ليلى لو سمحتي، بصي بعد اذنك، بصي طيب بس لو سمحتي. انت لو ما جيتيش مش هينفع، عشان شيرين كده هتتاكد ان في بينا حاجه. اعتبريها خدمه لزميلك في الشغل. زميل معاك في الشغل؟ ماشي يا ادم، هاجي انا وانت وشيرين وهجيب صاحبي. اوكي ماشي. طيب انا هعرف بقى المكان فين وهبقى ابعت لك لوكيشن. ماشي. ايه ده، ثانيه واحده. بص في ايه؟ كنت بجوجل اسم زين ثابت وطلع الخبر ده. ايه ده؟ غريبه قوي، عمره ما جاب سيره اي نيابه ولا اي حاجه، ولا حتى كاميليا مع انها كانت شغاله معاه من زمان قوي. طيب ما هو كده ممكن يبقى زين مخبي علينا حاجة ومش عايزنا نعرفها. طب ليلى اتبعي لي الخبر وانا هاخده من البرينتر.